بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح تمرين الميكانيك اللي تحط في الدورة الاستدراكية 2010 لشعبة العلوم الرياضية، وبالضبط غادي نشوف معكم فيه الجزء الثاني. السبب ديال اختيار هذا التمرين هذا وأنني نقوم بتصحيح ديالو كما نشرت لكم في الصفحة على الفيسبوك، هو فيه واحد الفقرة يعني في الدراسة الطاقية للنواة الوازن، واحد الفقرة اللي ما عمرها تحطات لمسلك العلوم الفيزيائية، وبالتالي من باب المراجعة والاستعداد للامتحان الوطني فبان لي أنني ننصحوا هذا التمرين هذا باش تكون مناسبة لمراجعة هذه الفقرة هذه ونفهموها بشكل جيد، ربما تحط لكم إن شاء الله في الامتحان وتكونوا نتوما ديك الساعة يعني مراجعينها ومستعدين لها بشكل جيد. غادي بطبيعة الحال تيليشارجيو عندكم التمرين باش تقراو معايا تشوفوا معايا المعطيات. غادي نشوف معكم هذه المعطيات اللي كاينة في البداية. دونك الجزء الثاني اللي هو عليه 3 نقط، الدراسة الطاقية لنواة وازن. نعتبر نواة وازنا ينجز تذبذبات حرة باحتكاكات مهملة. إذا أول شيء هو الاحتكاكات المهملة. النواة المدروس عبارة عن ساق متجانسة أب بي كتلتها أم، ومني كنشوف ساق متجانسة يعني مركز قصورها كتكون في المنتصف ديالها، صافي، وراه داكشي اللي درينا راه اللي شفتو في الشكل كاين الجيجات في المنتصف. طيب كتلتها أم وطولها هي المسافة أب بي اللي هي كتساوي لنا أل، كتساوي 60 سنتيمتر، وهذا يعني أن المسافة من أ حتى الجي كتساوي النصف ديالها يعني أل على جوج اللي هي 30 سنتيمتر. يمكنها الدوران في مستوى رأسي حول محور أفقي دلتا ثابت يمر من طرفها أ. عزم قصور الساق بالنسبة لمحور دلتا هو جي دلتا يساوي 1/3 أم فوا أل أو كاري. ندرس حركة النواة في معلم مرتبط بمرجع أرضي نعتبره جاذبيا. نعلم في كل لحظة موضع النواة بأفصوله الزاوية تيتا، وهو الزاوية التي تكونها الساق مع الخط الرأسي المار من النقطة أ. نختار المستوى الأفقي المار من النقطة جي زيرو، موضع مركز قصور الجي للساق أ بي عند التوازن المستقر، مرجع لطاقة الوضع التقالية كتكون فيها أو بيك كتساوي صفر. المعطيات واضحة جدا. ثم في الأخير قلنا نقبل في حالة التذبذبات الصغيرة أن كوسينوس تيتا تساوي تقريبا 1 ناقص تيتا أو كاري على جوج، تيتا كتكون براديان. ثم عطاونا القيمة ديال الجي اللي هي شدة مجال التقالة. رقم 1، المعادلة التفاضلية لحركة النواة. في السؤال 1.1 بين أن تعبير طاقة الوضع التقالية أو بي للساق أ بي يكتب على الشكل التالي. إذا غادي نمشيو حنا نحدو التعبير ديال طاقة الوضع التقالية، وبالتالي غنعتبرو في لحظة معينة تي، نرسم لكم الشكل، الساق موجودة في هذا الوضع هذا، يعني هنا تكون واحد الزاوية تيتا، صافي. المهم هنا جي زيرو، هنا النقطة جي في واحد اللحظة معينة تي. ما هو تعبير طاقة الوضع التقالية او بي بي اللي هما رمزو لها بأو بي؟ خصني أولا نختار واحد المحور او زد، او دائما كناخدوها هي موضع مركز القصور يعني في البلاصة ديال التوازن المستقر، وكناخدوه موجه نحو الأعلى. طيب هذا هو المحور او زد، النقطة او هنا، المتجه الموجه له هي هذيك. طيب كنعرفوا بان التعبير ديال او بي بي هي ام جي فوا زد بلس اون كونستانت. اولا خصني نحدد هذه الكونستانت كم تساوي. هما قالوا لنا نعتبر او نختار المستوى الافقي المار من جي زيرو هذا مرجعا لطاقة الوضع التقالية، يعني كتكون فيه او بي كتساوي زيرو. الطريقة اللي اتفقت معكم فيها في شرح الدرس باش نلقى هاد الكونستانت كا، كندير او بي كتساوي زيرو فوقاش عندما تكون هاد زيد كتساوي القيمة اللي هي انسوب المستوى الافقي. انسوب المستوى الافقي تكون هو زيرو حيت كيمر لينا من او اللي هي الاصل ديال المحور. اذا غتجيني ام جي فوا زيرو بلس كا، وبالتالي من خلال هاد المعادلة نحصل على ان كا تتساوي زيرو. طيب هادي المسألة الاولى، اذا حنا لقينا كا كتساوي صفر، اذا كتبقى لي دابا طاقة الوضع التقالية كتساوي ام جي فوا زد، وخصني دابا نحدد تعبير زد بدلالة تيتا. غادي نستعمل الالوان باش نوضح الامور مزيان. طيب فين هو الانسوب زد في هذا الموضع هذا؟ غادي نديرو الاسقاط لهادي، اسقاط العمودي على المحور، غتجيني هنا. اذا الانسوب زد هو هذه المسافة. طيب لدينا من خلال الشكل لدينا زد يساوي هاد زد كما شفنا في الشرح ديال الدرس كنحسبوها باعتبار هي هاد المسافه من هنا حتى لهنا، هنا عندنا النقطه ا، يعني من ا حتى النقطه جي زيرو ناقص
هاد المسافة هادي اللي غنديرها باللون الأحمر ناقص هاد المسافة هادي اللي أنا غنسميها دي بريم. إذا غادي نكتب لتحت بأن زد كتساوي لنا المسافة أو اللي هي نصف ديال طول الساق، يعني ال على جوج ناقص دي بريم، دونك تساوي ال على جوج ناقص دي بريم. كيبقى دابا خصني نحدد هاد دي بريم. هاد دي بريم كنحددها باعتبار هاد المثلث اللي الرأس ديالو هما هاد النقط صافي A و G، وهاد النقطة اللي هنا اللي هو مثلث قائم الزاوية، والزاوية عندنا هنا هي تيتا. إذا كنخدمو هنا بالعلاقة ديال الكوسينوس، لأن الضلع المحادي وعندنا هنا الوتر. الكوسينوس ديال ديك الزاوية تيتا يساوي الضلع المحادي اللي هو دي بريم على الوتر اللي هو المسافة AG اللي هي كتساوي L على جوج. بمعنى إلا بغيت دي بريم غتجي دي بريم هي L على جوج فوا كوس تيتا. طيب غنمشي نعوضها تما، إذا كتبقى لي زد تساوي ال على جوج ناقص ال على جوج فوا كوس تيتا، نعمل بال على جوج واحد ناقص كوس تيتا، وهذا هو التعبير اللي غادي نعوضه باش نلقى التعبير ديال او بي المطلوب. اذا عندي ام جي فوا زد، وزد هي ال على جوج عامل لي واحد ناقص كوس تيتا. طيب هذا التعبير اللي مطلوب. السؤال جوج واحد، اكتب في حالة التذبذبات الصغيرة تعبير الطاقة الميكانيكية او ام للساق عند لحظة تي بدلالة ام و ال و جي و تيتا و دي ديال تيتا على دي تي. دونك بعدا غنقولو في حالة التذبذبات الصغيرة لدينا، نمشيو لداك المعطى اللي عطاونا هما، قالولنا كوسينوس تيتا يساوي تقريبا واحد ناقص تيتا او كاري على جوج. اذا غنجبد هاد التعبير واحد ناقص كوس تيتا، واحد ناقص كوس تيتا غيصبح كيساوي تقريبا تيتا او كاري على جوج، ومنه تعبير طاقة الوضع التقالي او بي غيصبح واحد على جوج، هدي ال ال على جوج خرجت واحد على جوج هنا، ام جي فوا ال، وهاد واحد ناقص كوس تيتا هي تيتا او كاري على جوج. بمعنى اخر كتصبح لنا هي واحد على اربعة ام جي ال فوا تيتا او كاري. طيب ولدينا الطاقة الميكانيكية او ام في لحظة تي كتساوي لنا الطاقة الحركية او سي زائد طاقة الوضع التقالي او بي. غادي نعوض، كنعرفو بان او سي هي واحد على جوج جي دلتا فوا تيتا بوان او كاري، غير هو هنا راه قالك تيتا بوان راه رمزو لها بدي دلتا على دي تي، اذا خصنا نستعملو هاد الرمز صافي دي ديال تيتا على دي تي الكل او كاري، خصكم تردوا البال حيت حنا فاش كنكتبوا تيتا بوان كنديروا لها او كاري هكذا ما كاينش مشكل، ولكن تيتا بوان بغاونا هما نرمزوا لها دي ديال تيتا على دي تي، ما تكتبش او كاري بهذا الشكل حيت بهذا الشكل غتبان كانها المشتقه ديال تيتا اس اثنان بحال هكذا بحال ديال الاخوات هي لا. دونك المهم هذا مجرد ملاحظه باش الانسان ينتبه شنو كيكتب. اذا زائد واحد على اربعة ام جي ال فوا تيتا او كاري، كيبقى عندنا حيت جي ديال تيتا عطاونا التعبير خصنا ضروري نعوضو. اذا او ام واحد على جوج، و جي ديال تيتا هي واحد على ثلاثة، اذا كتولي عندي واحد على ستة في ام فوا ال او كاري دي ديال تيتا على دي تي الكل او كاري زائد واحد على اربعة ام جي فوا ال فوا تيتا او كاري. طيب هذا التعبير ديال الطاقة الميكانيكية او ام بدلالة المعطيات المطلوبة. السؤال اللي من بعد ثلاثة واحد، استنتج المعادلة التفاضلية للحركة التي يحققها الأفصول الزاوية تيتا في حالة التذبذبات الصغيرة. دابا الطريقة دي أو التسلسل ديال الأسئلة كيفرض عليا نلقى المعادلة التفاضلية بطريقة واحدة وهي عن طريق الطاقة الميكانيكية، لأن السؤال فيه استنتج، يعني راه ممكن تمشي دير العلاقة الأساسية الديناميك وتلقى المعادلة التفاضلية، ولكن ما غيقبلوهاش منك لأن المطلوب هو تلقاها عن طريق الاستنتاج. إذا نقول بما أن الحركة تتم باحتكاكات مهملة أو بدون احتكاكات، دونك ثلاثة واحد، بما أن الحركة تتم باحتكاكات مهملة فإن الطاقة الميكانيكية للمجموعة المرة المهم تنخفض خلال الزمن، يعني ان الدي ديال او ام بالنسبه للزمن كتساوي زيرو. يعني المشتقه ديال التعبير اللي كان عندنا، عندنا كانت عندنا شوف عندنا واحد على ستة
في ام فوا ال او كاري، وكانت عندنا هنا دي ديال تيتا على دي تي الكل او كاري. في الحقيقه اش غادي ندير نكتبها كاع، لانه شوف ديروني ما كتبتش هذا السطر لان خصني نقول التعبير قدامي عاد نخدم باش نتوما تبقاو مركزين معايا على شنو النتيجه زعما اللي لقينا. لقينا بان او ام كتساوي لنا هادشي صافي. دونك هنا كانت عندنا دي ديال تيتا على دي تي الكل او كاري زائد هنا لقينا 1/4 ام جي و ال و تيتا او كاري. واخا هادشي اللي لقينا دابا عاد المهم هادشي ديرو بين قوسين عاد غنكمل دابا. يعني ان دي ديال او ام على دي تي يساوي زيرو، يعني ان المشتق ديال هادشي كامل يساوي زيرو. غادي نجيو نحسبو الاشتقاق. دونك عندي 1/6 فوا ام فوا ال او كاري، هذا العدد الثابت خليته. هنا غادي نرجعو للرياضيات باش نضبطو المسائل. وشوف كنقول غنرجع للرياضيات لان هاد الشرح حنا باغي نوجهو بشكل خاص للتلاميذ ديال مسلك العلوم الفيزيائيه، وعارف انا كاين بعضهم اللي يقدر يلقى بعض المشاكل في الاشتقاق على اساس ان التلميذ ديال العلوم الرياضيه راه ما يحتاجش نشرح له شنو الاشتقاق غندير هنا صافي. في الرياضيات الى عندي او دو اكس او كاري وكنبغيو نحسبو لها الاشتقاق، فبشكل عام كنهبط المعامل جوج كنضرب في او دو اكس اس جوج ناقص واحد هي اس واحد، ثم في المشتقه ديال هذيك او راه نفس الشيء عوض او عندي دي ديال تيتا على دي تي صافي، وعندها او كاري هكذا وغادي ندير لها بريم ندير لها الاشتقاق مره اخرى. يعني غتجيني هي جوج مضروبه في هذيك دي ديال تيتا على دي تي اس جوج ناقص واحد هي اس واحد مضروبه في دي ديال تيتا على دي تي بريم صافي. دي ديال تيتا على دي تي بريم في الفيزيك هذيك بريم ترمزوا لها بالدي على دي تي. يعني بعباره اخرى المشتقه ديال هذا الشيء هذا غتعطيني جوج عفوا هكذا جوج في دي ديال تيتا على دي تي مضروبه هنا في المشتقه الثانيه يعني دي او كاري ديال تيتا على دي تي او كاري. في المسلك ديال العلوم الفيزيائيه غالبا كنربطوا لهذه بتيتا بوان وهذه بتيتا دو بوان باش كتسهل علينا هذه المسائل ديال الشقاق. طيب ولكن تتعامل مع التمرين على حسب هما كيفاش كاتبين. اذا هنا قلنا غتعطيني مضروبه في جوج مضروبه في دي ديال تيتا على دي تي مضروبه في دي او كاري ديال تيتا على دي تي او كاري زائد 1/4 ام جي فوا ال. هنا نفس الشيء في جوج في تيتا اس واحد في المشتقه ديال تيتا يعني دي ديال تيتا على دي تي، وهذا الشيء راه ديجا قلنا انه كيساوي زيرو. طيب غادي نشوف الاختزالات ونحاول نكمل. اذا نكمل هنا غتبقى لنا 1/3 ام فوا ال او كاري حيت 6 و 2 تم الاختزال في دي ديال تيتا على دي تي على دي تي مضروبه في المشتقه الثانيه ديال تيتا بالنسبه للمربع الزمن زائد هنا عاوتاني جوج مع ربع يتختزلو تبقى لي 1/2 ام جي ال ام جي فوا ال في تيتا في دي ديال تيتا على دي تي تيكالا زيرو. الان غادي نعمل بالعامل المشترك اللي عندي، وحيت هادي شوف في الحقيقة غادي نعمل بهادشي كامل صافي معاهم حتى هادي باش تبقى لينا ديك تيتا دو بوان هي الاولى بوحدة المعامل ديالها واحد زائد شي حاجة في تيتا تتساوي زيرو كما مولفين كنلقاو المعادلة التفاضلية. يعني غنعمل بهادشي كامل مع هذا، يعني غندير 1/3 ام ال او كاري في دي ديال تيتا على دي تي عامل غتبقى لي هنا المشتقة الثانية دي او كاري تيتا على دي تي او كاري زائد هنا باش نرد بالي الحساب هادي عملت بها تحيدات صافي، عملت بام تحيدات وعملت بال او كاري ال وحدها هي تحيدات وال الاخرى اللي معنيش غنقسم عليها. هنا غتبقى لي شنو غتبقى جي اللي كاينه هنا على ديك ال، ثم نشوف دوك المعاملات عندي 1/2 ها هي بقات هنا وعملت بواحد على ثلاثة عملت بواحد على ثلاثة يعني غنقسم عليها بمعنى اخر بحال غنضرب في ثلاثة. دونك هذيك ثلاثة نحطها هنا هكذا بهذا الشكل. يمكن لك انت كاع تهز هادشي كامل تحطو في المقام وتبدا تختزل بشوية عليك وتلقى الجواب. طيب وغتبقى لينا هاد الطيطة هادي سد القوس هادشي يساوي زيرو، جداء تعبيرين يساوي صفر معناها اما هادشي كيساوي صفر او هادشي يساوي صفر. حنا نكتبوها دونك غادي يستلزم ان دي ديال تيتا على دي تي يساوي زيرو او دي او كاري ديال تيتا على دي تي او كاري زائد ثلاثة جي على جوج ال فوا تيتا تيكالا زيرو. هادي السرعة الزاوية ميمكنش تكون دائما كتساوي صفر حيت هادشي اللي كنلقاه راه كنلقاه محقق لكل لحظتين تي. السرعة الزاوية ليست دائما منعدمة
كتقدر تنعدم لينا في واحد اللحظه معينه فاش كنوصلوا لتيتا ماكس او ناقص تيتا ماكس مثلا، ولكن ماشي دائما منعدمه، ماشي لكل لحظتين تي. اذا هذه غنرفضوها، وبالتالي غنقبلوا هذه العلاقه هذه اللي هي كتعطينا المعادله التفاضليه. اذا دي او كاري ديال تيتا على دي تي او كاري زائد 3 جي على 2 ال فوا تيتا ايكوال زيرو. طيب هذا السؤال دابا 3-1. غادي نشوف معكم الجزء الاخر ربما فيه فيه دراسه التعقيد. طيب دابا رقم 2 غادي نشوف معكم دابا المعطيات تما. قال لك نعطي للساق ابي انطلاقا من موضع توازنها المستقر سرعه بدئيه تمكنها من اكتساب طاقه ميكانيكيه او ام. باش تفهموا المعطى شنو مقصود به، هذا هو الموضع ديال التوازن. الساق في الاول غيخليوها في بلاصه هنا كاينه هنا في لحظه تي زيرو هي النقطه جي زيرو. هنا ما غايقولوش لك كما ولفنا حنا في عده تمارين، ما غايقولش غادي نزيحوا الساق حتى لواحد الموضع تيتا ماكس ثم نحرجها بدون سرعه بدئيه. صافي ما قالوش نحنا هاد الهضره. علاش؟ حيت الا قالوا لنا هاد الهضره هادي، شوفوا معايا، تخيلوا معايا هزيت انا الساق حتى لهنا حتى لواحد الزاويه غادي نسميها هي تيتا ماكس، وغادي نحررها في لحظه تي زيرو بدون سرعه بدئيه، يعني في زيرو كتساوي زيرو. هاد الساق هادي ما يمكن لها الا دير تذبذبات في الجهه الاخرى، ما يمكنش ليها تفوت ليا ناقص تيتا ماكس. يعني غتبقى دير تذبذبات ما بين ناقص تيتا ماكس وتيتا ماكس، وحاله واحده اخرى اللي ممكنه اذا كانت الاحتكاكات موجوده فممكن الوسع ديال التذبذب تبقى غادي ويصغر. ولكن في الوضعيه اللي قالوا لنا الان الساق موجوده هنا في موضع توازنها، وغادي نجيو غنعطيوها واحد الطاقه ميكانيكيه بدئيه، بمعنى اخر غنعطيوها سرعه بدئيه. الساق هنا وغادي نضربها مثلا هنا نعطيها سرعه بدئيه، راه ممكن تمشي حتى لواحد الموضع توصل الى اقصى زاويه ممكنه هي تيتا ماكس وترجع وتبقى كدير تذبذبات. وممكن الا عطيتها طاقه ميكانيكيه كبيره ممكن تطلع لدرجه انها غتكمل الدوره، يعني واحد اللحظه غتلقى الساق هكذا غتزيد شويه غتكمل الدوره، يعني غدير الدوره حول المحور. اذا هنا فين كاين الاشكال، وهذا هو علاش بغيت نصحح معكم هذا التمرين، لان كيناقش هذه المساله هذه. الساق لما نعطيها انا طاقه ميكانيكيه بدئيه بهذا الشكل هذا اللي كناقشوا الان، ممكن دير لنا تذبذبات وممكن دير حركه دوران حول المحور دلتا. حنا غنوصلوا لهذا الشيء ونشوفوا. المهم قال لك يعطي الشكل 3 مخطط تطور كل من طاقه الوضع التقالي او بي، انا غنشوف معكم الشكل الان، والطاقه الميكانيكيه او ام للساق ا بي في تجربتين مختلفتين، حيث يتم ارسال العارضه انطلاقا من موضع توازنها المستقر في كل مره بسرعه بدئيه معينه، فتكتسب بذلك طاقتين ميكانيكيتين مختلفتين. في التجربه رقم 1 عندنا او ام هي او ام 1، التجربه رقم 2 او ام هي او ام 2. ناقشوا الفكره الان في هذا الدراسه الطاقيه، درنا جوج ديال التجارب، شدينا هذيك الساق كل مره عطيناها طاقه ميكانيكيه معينه، مره عطيناها طاقه ميكانيكيه او ام 1 مره او ام 2. هذوك الطاقات راه ممثله امامنا في هذا الشكل، يعني كتلاحظوا او ام 1 قيمتها كتساوي 0.5 الوحده هي الجول، او ام 2 قيمتها غتكون هي 2.5 جول. طيب ثم عندنا هذا المنحنى هذا اللي كتشوفوا بهذا الشكل، هذا يمثل طاقة الوضع التقالية بدلالة الأفصول الزاوية تيتا. دابا في السؤال اللي عندنا قال لك اعتمادا على هذا المبيان حدد طبيعة الساق ا بي خلال كل تجربة. نناقش معكم فيما يخص التجربة رقم 1. التجربة رقم 1 حنا عطينا للساق طاقة ميكانيكية او ام كتساوي او ام 1، كتلاحظوا المنحنى ديالها هو هذا، ولكن كنعرفوا حنا بان الطاقه الميكانيكيه كتساوي طاقه الوضع التقالية او بي زائد الطاقه الحركيه او سي. طيب بحكم ان الحركه تتم بدون احتكاكات ف او ام راه كونستانت، يعني هذا المجموع راه ثابت. كتجي واحد اللحظه اللي كتكون فيها الطاقه الميكانيكيه او ام كتساوي لنا او بي ماكس طاقه الوضع التقالية، يعني اقصى قيمه كتاخذها طاقه الوضع التقالية هي ماذا؟ هي او ام، هي القيمة ديال او ام، وفي ديك الحالة كتكون الطاقة الحركية او سي كتساوي زيرو. نجيو نشوفو شنو هي أقصى قيمة كتاخدها طاقة الوضع التقالية او بي ماكس فاش كتكون عندنا او ام هي او ام واحد. غادي نجي وغادي نشوف هادشي مبيانيا في التقاطع ديالهم، لأن باش نذكركم بواحد القضية، فاش كنديرو حنا تغيرات الطاقة بدلالة الموضع مثلا بدلالة الأفصول الزاوية تيتا،
تغيرات الطاقة. إلا هضرنا على طاقة الوضع التقالية فمنحناها يكون بهذا الشكل هذا، طالع هكذا وطالع من الجهة الأخرى. ولكن فين أكبر نقطة باش كيوصل ليها هذا المنحنى وكيحبس؟ يعني أكبر قيمة غتكون يعني أعلى نقطة غيوصل ليها المنحنى باش يحبس، هو فاش كيتقاطع لينا مع داك المنحنى ديال الطاقة الميكانيكي اللي تيكون أفقي. دونك إلا وصل هنا راه غيحبس، حيت الطاقة الميكانيكية هذه هي القيمة ديالها. فهم ماذا يعني هذا؟ إذا كان عندنا التقاطع بهذا الشكل هذا، كنجي نشوف هنا الزاوية، يعني أقصى أفصول زاوي. إذا لقيت هذاك الأفصول الزاوي اللي هو أقصى أفصول زاوي ممكن، تيتا ماكس، إذا لقيتها أصغر قطعة من بي، فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه خلال تذبذبات هذيك الساق، حيت الزاوية كنحسبوها انطلاقا من هذا الخط الرأسي، كنحسبوها هكذا، يعني أقصى زاوية ممكن توصل لها الساق أصغر قطعة من بي. وفين هي الزاوية بي؟ الزاوية بي هي إلا مشينا هكذا الفوق، يعني الزاوية بي هي هذه كاملة. إذا عطاتني زاوية أصغر قطعة من بي تقدر تكون مثلا هكذا بهذا الشكل، هذه مثلا هي الزاوية تيتا ماكس، بحكم أنها أصغر قطعة من بي يعني الساق ما عمرها ما كتوصل لهذه البلاصة هذه ديال موضع التوازن غير المستقر. إذا ما يمكنش الساق أنها دير واحد الدورة حول المحور، وبالتالي كتوصل حتى لهنا وكتعاود تهبط وكتبقى تعطينا واحد التذبذبات حول المحور دلتا. اذا نعاود شنو قلت لكم، كنمشي نشوف المنحنى الممثل للطاقه الميكانيكيه، كنشوف نقطه التقاطع ديال داك المنحنى مع المنحنى ديال طاقه الوضع، نقطه التقاطع كنمشي نحدد الافصول ديالها كتعطينا تيتا ماكس. بحكم ان تيتا ماكس اصغر قطعه من بي، معناه ان الساق طبيعه الحركه ديالها هي حركه تذبذبيه حول المحور دلتا. صافي. الحاله الاخرى، الى جينا نقلبوا على التقاطع ديال المنحنى او ام مع منحنى طاقه الوضع التقاليه، ولقينا التقاطع ما كاينش غير موجود بحال التجربه رقم 2 هنا. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بان اقصى قيمه ديال طاقه الوضع التقاليه وصلنا لها، يعني وصلنا الى، لاحظوا، وصلنا الى الزاويه بي، يعني الساق راه وصلت لهاد البلاصه هذه، ومع ذلك هذيك القيمه اللي عند او بي اللي هي او بي ماكس ما كتساويش هي او ام، بحكم ان او بي ماكس اللي وصلنا لها في ديك الحاله ما كتساويش او ام، هذه بوحده ما كتساويش او ام، معناها راه عندها زائد شي حاجه هنا باش يلاه كتولي تساوي او ام. وحنا شنو كنزيدوا على طاقه الوضع؟ كنزيدوا عليها طاقه حركيه، يعني عندنا طاقه حركيه غير منعدمه في هذه الحاله، مفهوم؟ كتخالف زيرو. يعني فاش كتكون او بي هي او بي ماكس في هذا الوضع هذا، او سي ما كتكونش زيرو، وهذه حاله خاصه. ماذا يعني هذا؟ تخيلوا انتم ان الساق موجوده في هذه البلاصه ومع ذلك عندها طاقة حركية، يعني ممكن تحرك، عندها سرعة، معناها غتكمل الحركة ديالها وبالتالي غدير واحد الدورة حول المحور دلتا، وهذا الأمر غيبقى يتكرر وبالتالي غنحصل على حركة دوران حول المحور دلتا. طيب تنظن هذه المسألة هي راه واضحة جدا، لما يعني ما تيكونش عندي تقاطع بين منحنى الطاقة الميكانيكية ومنحنى طاقة الوضع التقالية، فهذا معناه بهذا الشيء اللي شرحت لكم بأن حركة الساق تكون حركة دوران حول المحور دلتا. المسألة الثالثة اللي بقات وهي ما مطروحاش في التمرين وممكن نصادفوها في شي مرة، تخيلوا لو كان عندنا منحنى الطاقة الميكانيكية دايز هكذا، يعني كتلقاه مماس لمنحنى أو لا بطريقة أخرى يتقاطع مع المنحنى ديال أو بي في القيمة اللي كتعطيني أو بي ماكس. في هذه الحالة هذه كتكون عندنا أو إم كتساوي أو بي ماكس، وحيت كتساويها طبيعة الحال في الطاقة الحركية في هذه الحالة كتساوي زيرو. طيب وعندنا هاد او بي راه هي او بي ماكس، بالنسبه للافصول الزاوي يساوي ماذا؟ يساوي الزاويه بي، يعني الساق عندنا فين كاينه؟ هذا موضع التوازن المستقر، الساق عندنا هكذا الفوق، يعني تخيلوا الساق وصلت لهذا الموضع وطاقتها الحركيه زيرو، يعني ما يمكنش لها تتحرك، ما عندهاش سرعه. وفي هذه الحاله هذه تنقولوا بان الساق يعني كتوصل الى موضع التوازن غير المستقر، كتوقف هنا اللي هو موضع غير مستقر، موضع التوازن المستقر هو اللي تحت. طيب دونك هذا كان باختصار الحالات الثلاثه اللي عندنا في هذا الشيء هذا، غادي نعطيو الأجوبة بالنسبة للتمرين اللي حنا فيه الآن. دونك في التجربة رقم 1، حركة الساق هي حركة تذبذبية حول المحور دلتا. في التجربة رقم 2، حيت عندنا او ام كبر من داك القيمه القصوى اللي ممكن تاخذها او بي بي، غادي نقولوا حركه الساق هي حركه دوران
حول محور الدلتا. طيب غادي نشوفوا الآن السؤال الموالي، السؤال 3-2. قال لك خلال التجربة 2 تتغير الطاقة الحركية للساق بين القيمتين، بين قيمة دنيا او سي مينيمال وقيمة قصوى او سي ماكسيمال، اوجد قيمة كل من او سي مين و او سي ماكس. طيب هما سيتكلمون الآن على التجربة رقم 2، يعني أن الطاقة الميكانيكية هي هذه، وطاقة وضع الطاقة لأقصى قيمة كتاخدها غادي ندير الإتقاد ديال هاد النقطة هي 2 جول. المهم غنمشيو حنا للتعبير ديال الطاقة الميكانيكية، أو إم هي أو إم 2 كتساوي لنا أو سي زائد أو بي. طيب باش نحدد أنا القيمة القصوى والقيمة الدنيا للطاقة الحركية أو سي، غادي نحدد القيمة القصوى والقيمة الدنيا لـ أو بي، يعني بكل بساطة غنقولو الحركة تتم باحتكاكات مهملة، إذن أو إم 2 كتساوي كونستانت. والحقيقة غادي غير زدت هاد الجملة لأن أصلا راه من خلال المحاضرة ثابتة، يعني لا داعي أن نذكرو هاد الأمر هذا، أنا غير ذكرتها بحال بغيت تقولو يعني كتنبيه. دائما فيما تبغي تستغل شي علاقة باعتبار أن أو إم راه ثابتة خصك تذكرها صافي باش ما تنساهاش شي مرة. المهم عندنا لما يكون أو بي هي أو بي ماكس، فأو سي كتكون مين مينيمال، يعني الطاقة الميكانيكية أو إم 2 غتساوي لنا أو سي مينيمال زائد او بي ماكس. شنو هي القيمه اللي كتاخذ او بي ماكس؟ غادي نحدوها مبيانين، هي اقصى قيمه هنا. طيب بعدا ندي هذه للجهه الاخرى، يعني او سي مينيمال هي او ام 2 ناقص او بي ماكس، وغادي نديرو تطبيق عددي. تطبيق عددي دونك او سي مينيمال كتساوي او ام 2 قلنا هي 2.5، خصكم تنتبهوا للتدريجات، 2.5 جول ناقص او بي ماكس اللي هي كتجينا 2 جول، دونك كتساوي في الاخير 0.5 جول. بنفس الطريقة ولدينا او ام 2 لما تكون او سي ماكسيمال قصوية تكون او بي مينيمال. او بي مين غادي نحدوها تي مبيانيا وغتعطيني زيرو، يعني اصغر قيمه تاخذها طاقه الوضع الطاقه اللي هي زيرو، وهي فاش كيمر كتمر الساق من موضع التوازن المستقر. دونك غتجيني او سي ماكس كتساوي او ام 2 ناقص او بي مين اللي هي كتجينا 2.5 جول ناقص زيرو اللي هي كتعطيني في الأخير 2.5 جول. طيب هذا كيخلينا نذكر واحد القضية، واخا حنا جاوبنا وسالينا على التمرين الآن، كيخلينا نذكر واحد المسألة. راه لما تكون الساق دابا كدير واحد حركة دوران حول المحور دلتا، يعني الساق فاش كتكون الساق دايزة في هذا المنحى مثلا في موضع التوازن المستقر، راه كتكون عندها واحد السرعة، وهذيك السرعه سرعه الزاويه تيتا بوين راه كتكون ماكسيما كتكون قصويه. وفاش كتوصل الساق لموضع التوازن غير المستقر في هذه البلاصه هذه، حيت غتوصل لهذه البلاصه غادي في هذا المنحى مثلا وباقا عندها سرعه، حيت قلنا غتكون حركه دوران لان هنا عندها طاقه حركيه، غتكون عندها واحد السرعه زاويه تيتا بوين وغتكون مينيمال. اذا راه يقدروا يسولوك يقولك حدد القيم القصوى والدنيا للسرعه الزاويه في هذه الحاله هذه، حيت لو كانت عندنا حركه ديال التذبذبات، تذبذبات لو كانت الساقه توصل الى واحد الموضع هنا اللي هو تيتا ماكس وتعاود ترجع، فاش غتوصل لهنا وتبغي تعاود ترجع في هذه البلاصه بالضبط كتكون تيتا بوين راه كتساوي زيرو. يعني هنا كنقولوا السرعه الزاويه محصوره بين قيمتين، قيمه قصوية تيتا بوين ماكس وقيمه دنويه اللي هي زيرو، بينما في هذه الحاله القيمه الدنويه ما عمرها ما كتكون زيرو، القيمه الدنويه كتكون واحد القيمه اللي هي يعني اكبر من زيرو. يقدر يقولك حددهم، باش تحددهم راه خصك تحدد او سي مينيمال او سي ماكسيمال بنفس الطريقه. حيت شنو هي دابا او سي ماكس؟ او سي ماكس راه هي 1/2 جي دلتا في تيتا بوين ماكس او كاري، وحيت هذه حسبتيها غتقدر تحسب لينا دابا تيتا بوين ماكس. بنفس الطريقه او سي مينيمال غادي تحددها بهذه العلاقه 1/2 جي دلتا تيتا بوان
مين؟ أوكاري.